لهوية ليه الأمة. سؤال، ليه سؤال اعتراضي جدا جاري دلوقتي. هفترض معاك ان الدكتور او المهندس المحترم خالد الشاطر كسب في انتخابات الرئاسة وبقى رئيس جمهورية. نعم. ممكن اسألك سؤال؟ اتفضل. هينظر للدكتور محمد بديع مرشد الاخوان ازاي؟ هو رئيس الجمهورية ومرشد الاخوان، هينظر له ازاي؟ هينظر له بكل احترام وتقدير. كايه؟ كايه؟ هو مرشد الجماعة المستمر، مرشد الجماعة. المهندس خالد الشاطر استقال. يعني المرشد هيكون رئيس الجمهورية؟ لا مستحيل. هو استقال من منصب نائب المرشد ومن المكتب الإرشادي. لكنه عضو في جماعة الإخوان. وأنا عضو في جماعة الإخوان. لا بأس، وأنا قبل كده شرحت في هذا المكان، وأشرح مرة أخرى. اتحاد النقابات العمالية في بريطانيا. اتحاد النقابات العمالية في سنة 1920، 1920 كون أنشأ حزب العمال البريطاني. واستمر هو الحاضنة الاجتماعية الطبيعية لهذا الحزب، على الرغم من أن مش كل أعضاء النقابات دول الاتحاد ده أصبحوا أعضاء في الحزب، لكن استمر هو الحاضنة الاجتماعية الحقيقية لمدة 70 سنة لهذا الحزب. الآن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت حزب الحرية والعدالة لكي يكون حزبا لكل المصريين. عندنا دلوقتي عدد الأعضاء. الشاطر يا فندم، انتماء للإخوان ولا انتماء لمصر؟ الشاطر وأنا وكلنا انتماءنا لمصر، وهذا لا يتعارض مع انتمائنا للإخوان على الإطلاق. مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وهذا لا يتعارض أيضا مع مصلحة الجماعة، لأنه إذا تحققت مصلحة الوطن تتحقق مصالح الأحزاب ومصالح الأفراد ومصالح الجماعات ومصالح الهيئات. بس هو بيقول في خطاب الاستقالة أنا رشحت نفسي تنفيذا لأوامر الجماعة. يعني من أول لحظة بيقول لك أنا رجل تابع للجماعة. أنا الجماعة كعينتني اختارتني رئيسا للحزب في المرحلة الانتقالية، وطبقا للائحة الحزب اللي تقدمت لجنة الأحزاب مكتوب فيها كده. لكن هذه الإرادة الأولى، هذه الخطوة. يعني كان ممكن يرفض؟ مين اللي يرفض؟ مدخل الشاطر. هل إذا قرر مجلس شورى الجماعة اللي هو فيها يقول له قرار يرفضه، ما العمل الجماعي معناه إيه؟ ما معنى؟ طب أنا إذا كان لديه، أنا كمواطن مصري بقى النهاردة أضمن إزاي أن رئيس الجمهورية اللي جاي اللي بينتمي الإخوان لن يكون انتماءه للمرشد قبل أن يكون انتماءه لمصر كلها وأنا منهم؟ مصر فيها دستور وقانون، رئيس الجمهورية اللي مش أنا بقول لحضرتك كل التخوفات يا دكتور. لا تخوفات في غير محلها، تخوفات مصطنعة من البعض، وربما البعض له رأي فيها نوضحه. في مصر هيبقى طب وإذا مجلس شورى الجماعة أصدر قرار وهو رئيس يقدر يتراجع عنه؟ يعني ايه؟ يعني اذا اخذوا قرار في لا، لن يحدث هذا. هذا افتراض غير موجود، افتراض جدلي تخيلي لا يمكن ان يكون موجودا، يستحيل ان يحدث هذا. وهل اصدر مجلس شورى الجماعه قرارا يلزمني انا في الحزب بشيء؟ لم يحدث ولا يمكن ان يحدث، لانه كما قلت انا في تدشين الحزب منذ اليوم الاول، نحن اصحاب مشروع واحد، الحزب والجماعه، واصحاب هدف واحد، ولنا رؤيه واحده، ومصلحة مصر بالنسبة لنا جميعا هي الأولى في كل اعتباراتها. بس إحنا مرجعيتنا الإسلامية، اسمح لي بس فضل. نختلف في الآليات والوسائل فقط. فلما تصور الاختلاف أصلا؟ لماذا يقال أن فلان أو رئيس الجمهورية لن يأخذ أوامر رئيس الجمهورية يمثل المصريين؟ طب مصلحة مصر اختلفت عن مصلحة الجماعة يا فندم، مين مصلحته هتمشي؟ هل يرى أحد الآن أي. أن رئيس مجلس الشعب أو مجلس الشورى يأخذ أوامر من مكتب إرشاد بتاتا؟ هل يعامل رئيس مجلس الشعب النواب بيكيل معهم بمكيالين بتاتا؟ هل هو ينتمي الآن، هو استقال من حزب الحرية والعدالة كأمين عام منذ اليوم الأول، منذ أن رشحه المكتب لأن يكون رئيسا لمجلس الشعب ليصبح رئيس مجلس الشعب لكل أعضاء مجلس الشعب؟ هذا الكلام احنا دعونا نمضي، دعونا نجرب،